قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. بسم الله وصلاة وسلاما على مصطفى في مبدأ كل أمر ومنتهاه. وبعد، انتهينا في الحكم إلى بداية الباب الثالث، وذكر فيه الشيخ الدين ابننا التخلية والتحلية، وبدأ فيه بحكمته التي تقول: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. ثم قال: الحق ليس بمحجوب عنك، إنما المحجوب أنت عن النظر إليه، إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عباده. ثم قال، أظن انتهينا من هذا يا شيخ، مش كده؟ ثم قال: أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. انتهينا منها ولا كنا نبتدي بها؟ نعم. قال الشيخ: ولما كان حجاب الروح، ابن عجيبة يقول: ولما كان حجاب الروح عن المعرفة أمرا وهميا عدميا لا حقيقة له، وهو مرضها بأوصاف البشرية، فلو صحت لعرفت. فقال رضي الله عنه وأشار إلى ذلك ابن عطاء الله بقوله: أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. أخرج من أوصاف بشريتك، وأوصاف البشرية هي الأوصاف التي تناقض وصف العبودية، وهذه الأوصاف كما قال ابن عجيبة ترجع إلى أمرين: الأمر الأول تعلق القلب بأخلاق البهائم، وهي شهوة البطن والفرج وما يتبعهما من محبة الدنيا وشهواتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الزينة التي انطبع عليها أو انطبعت عليها النفس، لأن القلب كما أشار المشايخ عندما يتحدثون عن القلب أو عن الروح، فعندما نتحدث عن المعنى السماوي العلوي للروح فهي التي جاءت من عالم الأمر، وعندما نتحدث عن المعنى السفلي للقلب أو للروح إنما نتحدث عن النفس التي جاءت من الطين. فهنا يتحدث عن القلب بمعنى الجانب الذي جاء من الطين، أي النفس، لا الروح العلوية التي جاءت من عالم الأمر. والثاني سبب أوصاف البشرية الثاني تخلقه بأخلاق الشياطين كالكبر والحسد والحقد والغضب والحدة، وهي القلق والبطر، وهي خفة العقل والأشر، وهو التكبر وحب الجاه والرئاسة. يعني أوصاف العبودية مرجعها إما أخلاق البهائم وإما أخلاق الشياطين في الأصل، هذه الأخلاق الأرضية التي جاءت من الطين. لأن في الحقيقة يا أخوانا، قال العلماء أن النفس الإنسانية لطيفة نورانية في أصلها، لطيفة نورانية عالمة بما كان
وما يكون وما سيكون، ثم وقعت إرادة الحق بأن جعلت هذه اللطيفة النورانية في هذا القالب الطيني، القفص الطيني اللي هي النفس البشرية، فحدث أن حبست هذه اللطيفة، هذه الأنوار بما لها من أبعاد معرفية لما كان وما يكون وما سيكون، فحبست في داخل هذا القفص الطيني فتحددت معارفها بهذا القفص الطيني. ومن هنا حدث الجدلية بين النفس والروح، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أما التقوى فهي تنتمي إلى أصل هذه النفس، أي الروح، أي المعنى الملائكي في الروح، المعنى السماوي، المعنى العلوي فيها، وهي التي من عالم الأمر. والفجور وهو من عالم الطين، من النفس البشرية. هذا الطين مقتضاه إما أخلاق البهائم وإما أخلاق الشياطين، أي النفس اكتسبت من الطين الذي جاءت منه أخلاق البهائم، وأيضاً اكتسبت منه أخلاق الشياطين، وإن كان الشياطين فيه من النار، أن الشيطان جاء من النار، خلق من النار. فتخلقه بأخلاق الشياطين من الكبر والحقد والحسد إلى آخره، والفظاظة والغلظة وتعظيم الأغنياء واحتقار الفقراء، وكخوف الفقر وهم الرزق والبخل والشح والرياء والعجب وغير ذلك مما لا يحصى، حتى قال بعضهم للنفس من النقائص ما لله من الكمالات، بقدر كمالات الحق بقدر نقائص النفس. وكأن النفس البشرية، كأن نواقص النفس البشرية مطلقة لا تنتهي. وفي هذا يقول أبو يزيد البسطامي: أخذت أجاهد نفسي حتى ظننت أنني وصلت، فظهر لي زنار أخذت أعمل في قطعه 25 سنة. زنار يعني عيب شديد، أخذت أعمل في قطعه 25 سنة، فظننت أنني وصلت، فظهر لي زنار آخر أخذت أعمل في قطعه 15 سنة. حتى ظننت أنني وصلت، فظهر لي زنار آخر أخذت أعمل في قطعه 5 سنوات. فعلمت حين ذاك أن نواقص النفس لا تنتهي أبدا، أن نواقص النفس وعيوبها لا تنتهي أبدا. وقد ألف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي كتابا في عيوب النفس وأدوية في عيوب النفس وأدويتها، ونظمه الشيخ زروق في نحو 800 بيت في عيوب النفس. يعني الشيخ زروق جعل منظومة لشرح هذه العيوب التي عدها الشيخ عبد الرحمن السلمي في 800 بيت فقط. ومن ألقاه الله إلى شيخ التربية فلا يحتاج إلى شيء سوى الاستماع والاتباع، لأن الذي يقطع أو يساعد المريد على قطع هذه العيوب والتخلص منها إنما طريق التربية، طريق التربية على يد شيخ محقق عالم مربي مرقي، أي يملك أدوات العلم وأدوات التربية وأدوات الترقية. وقد ألف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي كتاباً في عيوب النفس وأدويتها، ونظمه الشيخ زروق في نحو 800 بيت. ومن ألقاه الله إلى شيخ التربية فلا يحتاج إلى شيء سوى الاستماع والاتباع. والحقيقة الكلام في شيخ التربية يأخذنا بعيداً والوقت لا يسمح، لكن قبل أن أخرج
من هذه النقطة أريد أن أنبه ولادنا إلى أمر مهم. الكلام في شيخ التربية وضرورة شيخ التربية وإيه الفرق بين شيخ التعليم وشيخ التربية وشيخ الترقية وإيه حكم الشيخ، الكلام ده تكلم فيه العلماء كثيرا، لكن الذي أريد أن أنبه عليه لولادنا هو إن الشيخ أو التلقي من الشيخ في التصوف في التربية إن لازم يكون أو يحتاج فيه المريد إلى أعلى درجات اليقظة، لأن الشيوخ ثلاثة: شيخ يربي بالحال، وشيخ يربي بالإشارة، وشيخ يربي بالعبارة. ولو أمعنا النظر قلنا يمكن الكلام ده ربما في دروس أخرى اتكلمنا فيه، التربية بالحال تقتضي أن يكون المريد على درجة من اليقظة لخواطره لباطنه لقلبه لكي يكون على استعداد لتلقي الأمداد من شيخه، لتلقي المدد من شيخه. ولذلك قوله على قدر الاستعداد يكون الاستمداد. وممكن يكون الشيخ مش على درجة من الحال التي تسمح له بأن يمد المريد، لكن بصدق المريد وأدبه إنما يستمد عن طريق شيخه من فيض الله تعالى ومن مشايخ شيخه في الطريق، فيصل إليه هذا العلم عن طريق شيخه ببركة أدب المريد مع شيخه. ولذلك يقول مولانا الشيخ ماء العينين الشنقيطي: إذا تعلقت همة المريد بعلم يفوق علم شيخه، إذا تعلقت همة المريد بعلم يفوق علم شيخه فتح الله على شيخه بهذا العلم، فيصل إلى المريد عن طريق شيخه ببركة أدبه مع شيخه. فإذن أعلى درجات التلقي هي التلقي بالحال، وده أعلى درجات التلقي في العلم اللي هو حق اليقين، اللي مولانا الشيخ أبو طالب المكي كما قلنا أفرد له باباً في كتابه قوت القلوب سماه علوم الصمت وطريق الورعين، أي هذا العلم ينتقل دون إشارة ولا عبارة صمتاً، أنوار تنتقل من قلب المتحقق به إلى قلب المستعد لتلقيه، من تحقق بحال لا يخلو حاضروه منها. حال رجل في ألف رجل خير من مقالة ألف رجل في رجل واحد. وحديث سيدنا حنظلة معروف: نكون جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فترق قلوبنا وتدمع وكأننا نمسك بأعنان السماء حتى إذا خرجنا من عنده حدث كذا وكذا. ثم يأتي بعد ذلك التربية بالإشارة، يعني الشيخ يربي بالإشارة، والإشارة تقتضي أيضاً يقظة باطنية، يقظة من المريد لباطنه ولقلبه ولخواطره حتى يستطيع أن يفهم الإشارة فهماً صحيحاً دون إفراط ولا تفريط، أن يفهم الإشارة بما يوافق الحال، تقتضي أن المريد يكون على يقظة وله حال في باطنه حتى يستطيع أن يفهم الإشارة دون إفراط أو تفريط. ثم يأتي بعد ذلك التربية بالعبارة، والتربية بالعبارة يا أخوانا وده دقيق هذا الكلام، ليست على سبيل التوجيه الدائم خطوة بخطوة، وليست على سبيل التبرير الدائم لكل ما يأمر به الشيخ المريد: طب ليه خلت نعمل كده وليه ما خلتنيش اعمل كده، وليه خلتني اسافر النهارده وما سافرش امبارح، وليه كذا وليه كذا.
أو إن في كل حركة وسكون يجي المريد يقول للشيخ والله حصل كذا أنا عاوز أعمل إيه؟ هذا مش طريق، إنما العبارة تكون على سبيل أن العبارة قوت لعائلة المستمعين على سبيل الدرس أو الشرح العام، وكل يأخذ من العبارة ما يوافق حاله إن كان مبتدئ في السلوك أو كان إن كان مبتدئاً لسه في البداية السلوك أو متوسط أو منتهي، إن كان من أهل البداية أو من أهل الوسط أو من أهل النهاية، دون أن يمنع ذلك من أن يراجع المريد شيخه فيما يختلط عليه من الأمور أو فيما هو في حاجة إليه من السؤال، سواء كان ده سؤال علم في الطريق، في قواعد الطريق، في ما يعرض له من أحوال، ولكن ليس على سبيل التفصيل في كل صغيرة وكبيرة، يبقى ده مش طريق. إذا كان محتاج للتبرير الدائم في الاتباع يبقى ده بيصل لإيه؟ هذا فراق بيني وبينك، يبقى ما فهمش خلاص، محتاج دائم كده يبقى هذا فراق بيني وبينك. إنما العبارة تكون على أساس المعنى العام، ثم يأخذ المريد من العبارة ما يوافق حاله، والله أعلى وأعلم. زي ما قلنا بقى إيه، المبتدئ سمع زعتر بري اسعى ترى بري بري، والمتوسط سمعها إيه الساعة ترى بري، والعارف المحقق سمعها ما أوسع بري، والراجل بيبيع بقول زعتر بري. فإذن العبارة قوت لعائلة المستمعين، كما قال الشيخ زروق: الأعمال للسائرين والأحوال للواصلين والأقوال والمقامات للعارفين. الأعمال للسائرين والأحوال للواصلين والمقامات للعارفين والأقوال قوت لعائلة المستمعين، وليس لك إلا ما أنت آكل فافهم، وليس لك إلا ما أنت آكل فافهم. ففقط أنا أشير إلى هذا عشان الطريق بالذات يبقى واضح بالنسبة لأولادنا، ولا بد أنه سيأتي الكلام بعد ذلك أو في أماكن كتب أخرى عن الكلام عن التربية والطريق، لكن حتى لا نطيل عليكم وننتهي. فالمهم يقول الشيخ: ومن ألقاه الله إلى شيخ التربية فلا يحتاج إلى شيء سوى الاستماع والاتباع، فإذا خرج المريد من أخلاق البهائم تخلق بأخلاق الروحانيين كالزهد والورع والقناعة والعفة والغنى بالله والأنس به. وبدل الشهوة بدل الشهوات هيبقى عكسها. وإذا خرج من أخلاق الشياطين تخلق بأخلاق المؤمنين وبأخلاق الملائكة كالتواضع وسلامة الصدور والحلم والسكينة والرزانة والاطمأنينة والليونة والسهولة والخمول والاكتفاء بعلم الله إلى آخره مما ذكر من الأوصاف الكثيرة المعروضة هنا. وهنا بعد أن تخلص من أضداد هذه الأخلاق، فإذا تخلق العبد بهذه الأخلاق وتحقق بها ذوقا بعد أن تخلص من أضدادها كان عبدا خالصا لله تعالى لمولاه، حرا مما سواه، وكان لندائه مجيبا ومن حضرته قريبا. فإذا قال له ربه يا عبدي قال له يا رب، فكان صادقا في إجابته لله تعالى، بخلاف ما إذا كان منهمكا في شهواته الظاهرة والباطنة كان عبدا لنفسه وشهواته، فإذا قال يا رب كان كاذبا، إذ من أحب شيئا فهو عبد له، وهو لا يحب أن تكون عبدا لغيره، كما قال مولانا الشيخ أبو طالب المكي: فرق بين عبيد العدد وعباد الرحمن، فعبيد العدد يذكرون بأعدادهم لا بأوصافهم، لقد أحصاهم وعدهم عدا، عبد الدنيا وعبد الشهوة وعبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الحلة وعبد المرأة، هؤلاء عبيد العدد. أما عباد الرحمن لا يذكرون بأعدادهم وإنما بأوصافهم لجلال قدرهم عند الله تعالى
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهكذا. فإذا تخلص من رق الشهوات والحظوظ كان أيضا قريبا من حضرة الحق، بل عاكفا فيها إذ ما أخرجنا عن الحضرة إلا حب هذه الخيالات الوهمية اللي هي حب الشهوات الوهمية. فإذا تحررنا منها وتحققنا بالعبودية وجدنا أنفسنا في الحضرة، ثم إن هذه العيوب سبب بقائها في الإنسان باعتبار الحكمة هي الغفلة، وسبب الغفلة هو البحث عن رضا النفس، وهو ما فتح به باب الحكمة القادمة. وإن شاء الله يكون لنا فيها كلام في الدرس القادم إن كان لنا في العمر بقية. ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في